سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية، وحييكم أحلى تحية. موعدنا يتجدد على الهواء مباشرة، نأخذكم إلى أهم المتابعات والمستجدات الرياضية التي نحرص أن نضعها أمامكم أولا بأول. مشاهدينا الأحبة، نبدأ جولة الشوط الثالث كالمعتاد من أهم العناوين. وفد منتخب الشباب العراقي يغادر العاصمة بغداد متوجها إلى الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب. نادي زاخو يحصل على المركز الثالث في ختام منافسات دوري السلة الممتاز بعد تغلبه على نادي الحشد الرياضي بتسعين إلى 88 نقطة. ومسيرة نادي النفط الرياضي خلال الموسم الكروي الحالي وما رافقه من تراجع في نتائجه اليوم على طاولة الشوط الثالث. إذن سادتي الأحبة، كانت هذه أهم العناوين. بالتأكيد سنأخذكم إلى تفاصيل أكثر ونتعرف أيضا على متابعات وتقارير جديدة. ابقوا معي بعد فاصل قصير. أهلا بكم سادتي الأحبة، أولى متابعاتنا نبدأها من نادي النجف الرياضي الذي فشل في الحصول على الرخصة الأسيوية. إذ فشل نادي النجف الرياضي في الحصول على الرخصة الأسيوية للمشاركة في مسابقات القارة الصفراء للموسم المقبل. وقال المتحدث باسم لجنة التراخيص بلال زكي إن أندية الزوراء والجوية والكهرباء والنجف هي فقط من تقدمت للحصول على الرخصة الأسيوية لمسابقات الموسم المقبل. وبيّن أن أندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء أكملت المرحلة الأولى من متطلبات الحصول على الرخصة، لكن النجف أخفق في الحصول على الرخصة الأسيوية بسبب الديون المترتبة على النادي من مستحقات مالية للاعبين سابقين. يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد منح العراق مقعداً في دوري أبطال آسيا ومقعدين في كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023-2024. طبعا بالتأكيد من متطلبات المشاركة في جميع المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي ومنها الدوري الممتاز وكأس العراق والمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، يجب أن يحصل النادي على الرخصة الآسيوية من خلال تطبيق معايير الاتحاد الآسيوي، الملاعب، وأيضا إنهاء جميع المشاكل المالية وأمور كثيرة يجب أن تتوفر في الملف اللي يجب أن يحصل عليه النادي. إحنا للأسف الشديد الاتحاد الآسيوي منح العراق مقعدا لتمثيله في بطولة دوري أبطال آسيا، وهذا المقعد ذهب للشرطة باعتباره هو بطل الدوري للموسم الماضي، لكن الشرطة اعتذر وقال أنا ما أقدر أشارك لأسباب مالية، وهذا الموضوع تحدثنا عنه في حلقة الأمس، ولد ردة فعل عارمة وكبيرة، لأن الشرطة اللي هو الآن من أفضل الأندية من الناحية الفنية من الناحية الإدارية من ناحية الاستقرار الفني يعتذر عن المشاركة في هكذا محفل، فما بال الأندية الأخرى. هذا الموضوع راح نناقشه إن شاء الله تباعا في حلقاتنا المقبلة. من النجف إلى الجوية وإدارة نادي القوة الجوية الجديدة اللي انتخبت قبل فترة قصيرة، قررت إدارة
النادي الجوي، تسمية اللاعب الدولي السابق وعضو الإدارة الحالي حمادي أحمد أمينا ماليا للنادي. إذ قررت إدارة القوة الجوية تسمية نجم الفريق السابق حمادي أحمد أمينا ماليا للنادي. وذكرت الإدارة في بيان أن الإدارة الجوية عقدت اجتماعا يوم الأحد الماضي وقررت دعم الفريق الأول وتوفير كل ما يحتاجه من أجل استمراره بالمنافسة على لقبي الدوري والكأس. وبين أن الإدارة قررت دعم جماهير النادي المحبة والعاشقة لكيان الفريق وتوحيد صفوفها ودعم النادي والمشاركة في جميع بطولات الاتحاد. وأضاف البيان أن إدارة النادي قررت تسمية الكابتن حمادي أمينا ماليا بعد اعتذار موفق الزهيري. طبعاً نأمل الموفقية إلى حمادي أحمد في هذه المهمة، مهمة صعبة لأنه الأمانة المالية يحتاج لها أناس متمرسين، وبالتالي الإدارة الجوية بعد انتخابها اللي جرت قبل فترة وانتخبت اللواء محمد صوب الله رئيساً للهيئة الإدارية، ومن ضمنها قائمة من الأخوة كان من ضمنهم الكابتن حمادي أحمد اللي أتمنى له الموفقية والنجاح، ولكن حمادي إلى الآن لم يعلن اعتزال اللعب بعد أن تعرض إلى عقوبة من قبل اتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة الكهرباء والجوية اللي جرت خلال مباريات الموسم الحالي. مباشرة أخذكم إلى بعثة منتخب الشباب العراقي التي غادرت العاصمة الحبيبة بغداد متوجهة بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمشاركة في نهائيات كأس العالم. إذ غادر وفد المنتخب الشبابي العراقي صباح اليوم من مطار العاصمة الحبيبة بغداد متوجها إلى بوينس آيرس للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب. إعلام اتحاد الكرة أكد أن وفد المنتخب الشبابي غادر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لغرض المشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عام والتي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي. وأضاف أن الفريق العراقي سيلعب أولى مبارياته في المونديال أمام الأوروغواي في 22 من هذا الشهر، ثم سيلاقي نظيره التونسي في 25 من ذات الشهر، على أن يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنجليزي يوم 28 من الشهر الحالي. كل الأمنيات بالتوفيق لبعثة المنتخب الشبابي العراقي التي بالتأكيد غادرت أرض الوطن وهي محملة بالأمنيات، الأمنيات الكبيرة للجماهير العراقية اللي تمني النفس أن تحقق الكرة العراقية إنجازاً في نهائيات كأس العالم للشباب. أرجع وأقول هاي مو المشاركة الأولى للكرة العراقية في نهائيات كأس العالم للشباب، كنا قبل سنوات قليلة نمثل العراق طبعا في المنتخب اللي كان يقود الكابتن حكيم، كأس العالم كانت في تركيا وحققنا نتائج رائعة. عماد محمد أكد طبعا قبل الذهاب في مؤتمر لبعض وسائل الإعلام بأنه هو ذاهب لغرض تقديم شيء يليق بالكرة العراقية وباللاعبين الشباب اللي أثلجوا الصدور بصراحة في معسكر إسبانيا بعد أن خاضوا عدد من المباريات التجريبية، كانت أبرزها هو التعادل الإيجابي بهدف اللي مثله أمام البرازيل. البرازيل أحد المرشحين للفوز بكأس العالم للشباب، لكن الفريق العراقي قدم مباراة في غاية الروعة، وبالتالي عماد محمد وكتيبته نتمنى لهم الموفقية والنجاح، وسنكون بإذن الله على مقربة عبر تغطية الشوط الثالث من الشرقية مثل ما عودناكم أن نكون حاضرين في قلب الحدث
الرياضي. مستمرين معاكم في جولة المتابعات الرياضية لهذا اليوم، ونذهب إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري كرة السلة الممتاز، واللي استطاع فيها نادي زاخو من خطف المركز الثالث بجدارة واستحقاق، إذ فاز فريق نادي زاخو على فريق نادي الحشد الشعبي الرياضي ب90-88 نقطة في المباراة التي جرت على قاعة الشعب، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري السلة الممتاز للموسم 2022-2023. بعد مباراة كبيرة تفوق فيها فريق زاخو على واحد من الفرق التي كانت تنافس على المركز الأول. أما فريق ناشئة الحشد الرياضي السلوي فقد توج بالمركز الأول للدوري المصاحب لدوري العراق السلوي للمرحلة الأولى بعد أن أنهوا جميع المباراة دون أي خسارة، وجاء التتويج في الحفل الذي أقامه اتحاد كرة السلة العراقي مساء الاثنين في الاستراحة ما بين الشوطين لمباراة الحشد الشعبي الرياضي ونادي زاخو. هذه اللقطات هي للمباراة اللي حقق فريق زاخو فيها المركز الثالث وسط أفراح جماهيره والكادر التدريبي وعدد من اللاعبين. إذن مبارك لنادي زاخو، هذه النتيجة الكبيرة. الحقيقة فريق زاخو السلوي خلال منافسات هذا الموسم ظهر أنه فريق كبير واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية، لا سيما على فريق النفط، طبعا النفط صاحب الإنجازات الكبيرة اللي أيضا يلعب مباراة البلاي أوف أمام فريق الشرطة. طبعا النفط خسر يوم أمس أمام الشرطة في أولى المباريات. فريق زاخو قدم مباريات كبيرة، نادي الحشد الرياضي أيضا من الفرق الكبيرة خلال مباريات الموسم السلوي. نتمنى الموفقية والنجاح لجميع الفرق، لأنه أي فريق يقدم مستوى جيد سنجني ثماره بالتأكيد تباعا لرفع المستوى العام لدوري السلة العراقي وللمنتخبات الوطنية. إلى قرعة كأس العرب للصالات اللي جرت في مدينة جدة السعودية، حيث أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة اللي ضمت مصر وموريتانيا وفلسطين، إذ أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للصالات التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة اللي ضم مصر وموريتانيا وفلسطين. أما المجموعة الأولى فأوقعت منتخبات السعودية والجزائر وليبيا والسودان، والثانية ضمت منتخبات المغرب جزر القمر والكويت بالإضافة إلى المنتخب اللبناني. طبعا مجموعة صعبة بوجود الفريق المصري، لكن كرة الصالات العراقية خلال بطولة كأس العرب الماضية اللي استطعنا أن نخطف لقب الوصيف من الفريق المغربي اللي ينافس على مستوى العالم ومن المنتخبات المتطورة في شمال أفريقيا، الفريق العراقي كان وما زال فريقا كبيرا، وبالتأكيد المجموعة صعبة لكننا بإذن الله سنتأهل قياسا للمستوى العام لباقي الفرق مع اعتزازنا واحترامنا بها، وإن شاء الله الفريق العراقي سيكون فريقا على العهد اللي قدمه في البطولة الماضية اللي جرت أيضا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الدمام. نتمنى الموفقية والنجاح، وبالتأكيد راح نكون معاكم أولا بأول في تغطية نتائج هذه المباريات. أخيرا إلى المنتخب الأولمبي العراقي الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا بكرة القدم واللي راح يحتضنها العراق إن شاء الله في شهر
حزيران، إذ أعلن مدير المنتخب الأولمبي ومدربه راضي شنيشل القائمة الأولية للمنتخب واللي ضمت 50 لاعب استعداداً لبطولة غرب آسيا اللي راح يحتضنها العراق الشهر المقبل. وأوضح اتحاد الكرة العراقي أنه سيتم تقليص القائمة حسب لوائح بطولة غرب آسيا في وقت لاحق تمهيداً لإعلان التجمع الذي يسبق الدخول إلى منافسات البطولة. وطالب شنيشل الاتحاد الكرة بضرورة إيجاد عدد من المباريات الودية قبل الدخول في معترك بطولة غرب آسيا اللي سبق العراق وأن أحرز عدداً من الألقاب. دعواتنا القلبية بالنجاح للمنتخب العراقي الأولمبي اللي راح يمثلنا طبعا بقرار من اتحاد الكرة بزج المنتخب الأولمبي لهكذا بطولة. العراق نظمنا بطولة غرب آسيا في العام 2018 بمشاركة 11 منتخب ما بين كربلاء وأربيل. اليوم العراق يجدد استعداده باحتضان هذه البطولة اللي أعلن عدد كبير من المنتخبات العربية الشقيقة مشاركتها في منافسات هذه البطولة، ونأمل النجاح للكرة العراقية. سادتي الأحبة، للموضوع المهم اللي راح نناقشه في حلقة هذا اليوم، وعودناكم دائما أن نكون حاضرين في قلب جميع الأحداث المستجدة في الوسط الرياضي عموما. فريق النفط، هذا الفريق العنيد، صانع النجوم، صانع المواهب، يمتلك إرث حقيقي في جميع الألعاب، إدارة نموذجية، يتعرض في هذا الموسم إلى انتكاسات لم تكن في الحسبان لعشاقه، لمحبي وأيضا لإدارته اللي يقودها عميد الإداريين الكابتن كاظم محمد سلطان أبو شوقي، أطال الله في عمره، هذا الرجل اللي أفنى سنوات شبابه في خدمة الكرة العراقية. نادي النفط اللي إلى الآن غير 3 مدربين واعتمد على الجهاز المساعد في تمشية ما تبقى من مباريات الدوري، يعبس الحظ بوجهه رغم أنه يمتلك العديد من مقومات النجاح. اليوم رح نناقش بعض الأمور اللي رافقت هذا الفريق اللي عاد مؤخراً وحقق الفوز على الطلبة في الوقت اللي أكد الجميع أن الفريق العنيد النفطي عائد إلى سكة الإنجازات. اليوم أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم، هو اللاعب الدولي السابق ونجم الكرة النفطية السابق الكابتن زكي يحيى، والحاضر معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن زكي، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. مرحبا استاذ محمد، تحية لك وتحية لجمهورك الكريم ومشاهديك. مرحبا بك كابتن، وصار لنا فترة طويلة ما ملتقين، نرحب بك أجمل ترحيب. أرجو أن تبقى معي كابتن زكي لنتابع هذا التقرير اللي عد زيد السراج واللي يتحدث عن مسيرة النادي النفطي في هذا الموسم الغير طبيعي بالنسبة للكرة النفطية. نتابع زيد السراج وهذا التقرير. عاد فريق النفط إلى نغمة الانتصارات بعد فوزه على أنيق الكرة العراقية فريق الطلبة بعد سلسلة النتائج الضعيفة والتي أودت بالفريق إلى المراكز المتأخرة. ولا يحلو الدوري إلا بوجود النفط الحصان الأسود للكرة العراقية، والذي هو متواجد في الممتاز منذ ثمانينيات القرن الماضي. وصيف الدوري والفريق الذي دائما ما يتواجد في المربع الذهبي طرأت عليه عدة تغييرات تدريبية بتغيير الملاكات الفنية، فنتمنى من الإدارة أن تستقر في هذا الجانب وتصبر على الفريق للابتعاد عن شبح الهبوط والتقدم في المراكز. زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود مرة أخرى لحوار ضيفي الكريم الكابتن زكي يحيى.
كابتن، أنت قريب من هذا الفريق باعتبارك أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الكرة النفطية، حدثنا لماذا هذه النتائج رغم أنه كنا على علم بأنه الإدارة وفرت كل شيء، حتى اللاعبين هم لاعبين ليسوا بالسيئين، مدربين كبار قادوا هذا الفريق ابتداء من حسن أحمد، حكيم شاكر، المصري محمد يوسف، والآن الكابتن محمد جاسم يقود ما تبقى من مباريات الدوري. لماذا هذه النتائج من وجهة نظرك كابتن؟ حقيقة أستاذ محمد، يعني تعرف، يعني أعتقد أنه النفط يمرض ولا يموت. نادي النفط يعني يمتلك على حسب ما قلت أنت، يمتلك إرث ويمتلك قاعدة، يمتلك نادي بملاعب ويمتلك قاعدة شبابية كبيرة حقيقة، يعني وخرج لاعبين كبار. نعم. أعتقد يعني بداية الدوري كان الفريق جيد، دخل مع الكابتن حسن أحمد في عدة مباريات، ما استطاع الكابتن أنه يستمر مع الفريق، وتعرف أنه الإدارات دائما ما تبحث عن المدرب، يعني تغير مدرب من تكون نتائج مو زينة أستاذ محمد. نعم. يعني الإدارة شو تسوي؟ يعني لازم تبحث عن مدرب جديد حقيقة، يعني فبدت أنه تبحث عن مدرب، وجاء الكابتن حكيم شاكر وهم توفق بهاي المرحلة، وأخيرا محمد يوسف المصري كذلك. يعني حقيقة يعني أنا أشوف الفريق جيد، يعني دائما يقدم مستويات جيدة، بس سوء الطالع وعدم التوفيق أشوفه يعني يخسر في الدقائق الأخيرة، أو في أهداف يعني تجي من شغلات يعني بسيطة جدا يعني حقيقة. نعم. كابتن زكي، دعني أسألك سؤال وأتمنى الإجابة، لأن الجمهور أيضا يريد أن يتعرف. طبعا سررنا بالتعاقد مع محمد يوسف، محمد يوسف من المدربين الكبار، قاد النادي الأهلي المصري إلى كأس أبطال أفريقيا، والرجل عنده بصمة حتى في الكرة العراقية بعد أن قاد الشرطة العراقي، ورجل عنده تاريخ حافل، لكنه يعني عاد مسرعا وترك الفريق. يعني تعتقد أنه ما كان عنده تصور على الوضع العام؟ لو أكفت قضية اللي خلته أنه مباراتين أو ثلاثة ويعتذر ويعود إلى القاهرة؟ شوف أستاذ محمد، هو الرجل أعتقد درب نادي الشرطة قبل عدة سنوات يعني، وابتعد عن الدوري العراقي فترة. نعم. فمن عاد يعني تعرف إحنا وضعنا كان صعب جدا، صعب مو بس صعب يعني، فالرجال اشتغل واجتهد بس ماكو توفيق يعني. أعتقد إنه هو الرجال شاف إنه الوضع النادي، قال يعني من اجتمع مع الإدارة وأستاذنا أبو شوقي، الرجال متفاجئ، اللاعبين يقول اللاعبين جيدين، الفريق جيد، الإدارة موفرة كل شيء، يعني ليش هذا الوضع ده يصير؟ فهو متعجب الرجال يعني، يعني قال يجوز أني اللاعبين إنه مثلاً مدى يرتاحون المدرب أو مدى يقدمون المدرب، فهو خطير الرجال يعني، بذل كل جهده وقال أنا أعتذر وأترك الفريق، يعني حتى يعني يشوفون إنه يجوز الخلل بيه خطير يعني، من الرجال انه قال هاي الكلمه، انه قال الخلل احتمال بيه. نعم. واعتذر الرجال وطلع. نعم. كابتن زكي، في كل موسم النفط يغذي الانديه والمنتخبات بلاعبين، اذا ردنا نتحدث عنهم فالقائمه طويله، لكن لحد مواسم قليله ايمن حسين، محمد داوود، قائمه من الـ من الـ من اللاعبين زج بهم نادي النفط، وهو معروف نادي النفط دائما هو منجم حال الأندية المؤسساتية، نادي الصناعة، نادي التجارة، نادي الأمانة. تدري هاي الأندية كابتن زكي، وانت لعبت في العصر الذهبي للكرة العراقية ومثلت المنتخبات الوطنية خير تمثيل، انه هاي الأندية تصنع النجوم والمواهب، ولكن ينقص هاي الأندية القاعدة الجماهيرية. للأسف اربع فرق فقط تمتلك قاعدة جماهيرية، لكن هذا الموسم النفط إلى الآن ما قدر مثلا يفصح على لاعب سوبر. تعتقد أنه هاي المجموعة اللي تم التعاقد معها
ما به لاعب مؤهل أن يمثل نادي جماهيري أو يصعد إلى المنتخب الوطني، ومن كان مسؤولا عن اختيار هذه المجموعة اللي تمثل الفريق الآن، الكابتن حسن، الإدارة، أو كانت المسؤولية مشتركة؟ أستاذ محمد، شوف دائما تعرف أنت الأندية من تجيب المدرب ويختار اللاعبين. نعم. المدربين هم اللي اختاروا اللاعبين حقيقة يعني. نعم. يعني حسن أحمد، الكابتن حسن تحية له، هو بالبداية اختار المجموعة هاي واعتمدنا على الوجوه الشابة. يعني تعرف اللاعبين الكبار والسوبر احتاج لهم أموال حقيقة يعني. نعم. يعني اتفقت الإدارة مع المدرب أنه تجيب لاعبين شباب وتعتمد عليهم، وحقيقة اللاعبين الموجودين عندنا بالنفط يعني إمكانيات جيدة جدا أستاذ محمد، جيدة. نعم. جدا والله، بس يعني ما أعرف شنو السبب يعني اللي ده يصير هذا بينا حقيقة يعني. نعم. اللاعبين موجودين جيدين، بس سوء النتائج أستاذ محمد يعني هي اللي تخلي اللاعب هم يحبط، ما يقدم، ما يبرز، فهي هذا السبب. أعتقد إنه هذا السبب، ولا في يعني موجودين لاعبين والله من خيرة اللاعبين الموجودين بالدوري العراقي. طيب الآن الفوز على الطلبة اللي ولد ردة فعل كبيرة، طبعا هي طبيعية نتيجة الضغوطات اللي يعاني منها مشرف الفريق الكابتن مشتاق، نوجه له التحية، الإدارة النفطية، رئيس الهيئة الإدارية الأخ حسين طالب، نوجه له التحية أيضا. ردة فعل كانت عارمة، لكن هو فوز أعاد الكثير من الثقة للاعبين. تعتقد هذا الفوز أولا كيف تفسره، وهل سينعكس بالإيجاب على المباريات المقبلة؟ أستاذ محمد والله فشي طبيعي جدا. النفط قلت لك عنده إمكانيات جيدة جدا، لاعبين يمتلكون مهارات وإمكانيات جيدة جدا. أنت لو شوف لو تتابع كل مبارياتنا تقريبا نفس هذا المستوى، إذا مو شوية أقل أو شوية أكثر. فأنا أشوف هالشغلة طبيعية أنه النفط بأي لعبة يقدر يفوز حقيقة يعني. يقدر يقلب الطاولة؟ الفريق مضغوط، النادي كلش مضغوط. طبعا أستاذ محمد، طبعا نمتلك عناصر جيدة جدا حقيقة يعني. وتعرف النفط النادي كله مضغوط، من الإدارة، الأصغر إداري، الأصغر لاعب، الأصغر يعني كل الفريق. تعرف يعني النزول للدرجة الثانية أو الأولى صعب جدا بالنسبة للنفط أستاذ محمد. النفط يعني من صعوده لحد الآن هو يعني يمتلك لاعبين وخرج لاعبين تعرف أنت، ويمتلك قاعدة جيدة جدا من الشباب والناشئين. نعم. نادي كبير، نادي بملاعب، يعني يمتلك كل شيء، فصعب عليه أنه ينزل هاي المرحلة. نعم. فأعتقد يعني إحنا نمتلك من المقومات اللي إن شاء الله تخلينا يعني نصعد، وإن شاء الله هاي الضغوط في المباراة الجاية يحتاج لنا مباراتين الفوز نرتاح أكثر، نشوف الفريق أعتقد أننا نشوفه بوضع أحسن. كابتن المباراة. نعم. المقبلة ويا الجوية. شوف أستاذ محمد، يمكن يعني القرعة هم خدمتكم يعني شوية كابتن. العفو. يعني كنا قبل ما نجعل وقتكم الذهبي، يعني جتكم زوراء طلبة قبل هالشرطة الآن الجوية، يعني مباريات قريبة وقوية جدا. أي يعني ضعضعتكم. ما أعرف حاسبيها حساب عرب هم الجماعة يعني مرة. أعتقد يعني مو وقتها يعني هذا إحنا ما نعرف يعني تعرف ما نعرف إنه نحن راح نكون بهالموقع وبهالمكان على مود إنه يعني نشوف المباريات ونشوف وضعها. نعم. فأعتقد يعني إحنا إن شاء الله نتوكل على الله والشباب والإدارة وكابتن محمد جاسم وأخونا مشتاق، يعني إن شاء الله قدها ويشوفون يعني دي يشوفون الوضع صحيح. وأعتقد هم يعني أدرى بالفريق، لان هم تعرف استاذ محمد، كابتن. نعم. محمد وكابتن مشتاق يعني هم يعرفون الاول والتالي باللاعبين والفريق، وان شاء الله ان شاء الله انا يعني متفائل خير. الجويه فريق جيد طبعا هالسنه، يمتلك لاعبين، اعتقد المباراه حتكون حلوه اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن زكي، ساعود الى الماضي الذهبي لانه حضرتك تذكرني بالماضي الذهبي، وكان لي الشرف أنه لعبت معاك في نفس الفترة رغم أنه يعني مو بنفس الفريق، لكن يطلق على النفط قاهر الكبار، يعني كنا نستمتع
واحنا لاعبين واحنا جمهور من نشوف النفط والزوراء ونشوف النفط والجويه ونشوف النفط ويا الطلبه ويا الشرطه، نادرا ما الزوراء بعظمته يحاول ان يفوز على النفط. وكنت حضرتك وجعفر عمران ونزار علي تتألقون امام هاي الفرق الكبيره، هاي ما تذكركم او تتألمون الان عندما تشاهدون للاسف اقولها انه النفط فريسه سهله للفرق الكبيره؟ والله استاذ محمد اكيد تدري انت يعني النفط يعني كان يقارع الفرق الجماهيريه يعني حقيقه، يعني يمتلك يعني لاعبين، يعني انا اعدد من اللاعبين يمكن خاف انسى احد من عندهم، وكلهم تدري انت بهم يعني هم لاعبين جيدين جدا يعني مستوياتهم عاليه، والنفط يعني صعب كان ينغلب، صعب جدا، ويعرفون الشباب واللاعبين اللي لعبوا يعني ويانا بذيك الفتره يعني كانوا يعانون الزوراء والطلبه والجويه، اي فريق كان يعاني امام النفط حقيقه يعني. نعم. تعرف المستويات يعني هو يعني هو ذاك العصر حسب ما قلت العصر الذهبي. صحيح. تعرف انه الوقت تغير والنفط والنفط ترى يعني صار محمد الحد قبل سنه او سنتين هم كان فريق جيد تدري انت يعني. نعم. هم فتره ثاني فتره رابع سادس يعني ما نزل عن هاي المراكز حقيقه أكيد يعني. اكيد. نعم. فاعتقد يعني هاي السنه او السنتين صار اكو اخفاق، اكو انتكاسه شوي للفريق، عدم توفيق، نقول ان شاء الله يعني الاموال كابتن الاموال لعبت دور شويه، الاموال لعبت دور في موضوع التاثير العام على النتائج. أكيد طبعا استاذ محمد تدري انت الاموال اللاعب السوبر يعني هذا وقتنا يعني تعرف اللاعب يدور على اموال وهذا حقه المشروع يعني، فاكو انديه يعني عندها مال جابت بس كابتن زكي ويعني او بس اذكرك بشغله اذكرك نعم بشغله اداره نعم النفط منذ سنوات ما استقطبت لاعب نعم سوبر، هي تصنع لاعب سوبر، ما جابت لاعب مثلا بحجم كذا وكذا، صنعت نجوم سوبر وتهافتت عليهم الانديه، فهذه اداره تعمل لصناعه النجم من داخل اروقه النادي. اعتقد كلامك صحيح استاذ محمد، يعني النفط بقاعده قاعده شبابيه جيده جدا. نعم. بس تعرف ذيك هاي الفتره يعني كل الانديه اعتمدت على اللاعب الجاهز. نعم. يعني ما قامت تبحث عن اللاعب الشاب الصغير الا بعض الفرق يعني. فاعتقد احنا هسه النادي وادارته يعني معتمده طورت من هذا الموضوع، معتمده هسه على الفرق الناشئين والشباب، عندنا قاعده جيده جدا، واتفقت الاداره انه يعني لازم كل سنه ترحل كم لاعب من الشباب للفريق الاول، يعني راح نعتمد ان شاء الله على السنوات الجايه اعتقد من النفط يطلع نعم لاعبين تطلع لاعبين يطلعون لاعبين جيدين استاذ محمد ان شاء الله. كابتن زكي اكو سؤال انا محيرني اريد اطرحه عليك، زكي يحيى اللي يحمل شهاده البكالوريوس في التربيه الرياضيه ودخل عدد من الدورات التدريبيه واحتك بالكره الاوروبيه سواء في السويد او باقي الدول وتمتع بعقليه تدريبيه، كنا نتمنى ان نراك مدربا لأحد الأندية، وحضرتك يمكن قلتها بأكثر من مكان، قلت أنا في خدمة الكرة النفطية لأن هذا النادي هو النادي الأم بالنسبة إلي وهذا النادي هو بيتي الثاني. متى نراك كابتن زكي وأنت تقود أحد الأندية؟ لأنك تمتلك الكثير من المواصفات اللي تأهلك أن تكون مدرب. أستاذ محمد تعرف التدريب عالم يعني صعب، عالم يراد الاعصاب يراد انا بديت يعني حقيقه بديت ما عندك اعصاب اميل للاداره اكثر من التدريب حقيقه استاذ محمد انت عصب ادري اعصابنا راحت خلصت استاذ محمد لا صح وسلام ان شاء الله نعم زين فاعتقد انا تدري انت الله يسلمك حبيبي استاذ محمد اعتقد يعني انا موجود بالنادي حاليا يعني نعم واني والشباب كلهم حقيقه يعني مساندين الفريق ومساندين الفريق بهاي المرحلة نعم اعتقد يعني انا يعني ذابها على الإدارة اكثر
يعني من التدريب حقيقة هاي المرحلة الجاية. نعم. وأكيد أنا موجود بالنادي، أي شيء يردوا يحتاجوه هم يعني من الإدارة من عندنا إحنا نكون يعني نعم. نعمل بأي مكان إن شاء الله. أيضا هي التفاتة جميلة من الإدارة النفطية اللي استقطبت أبنائها من جعفر عمران إلى زكي يحيى إلى محمد جاسم وإلى عدد من النجوم السابقين، وجعلتهم أن يكونوا في أروقة النادي للاستشارة لأخذ المشورة للأمور الإدارية، وهذه نقطة تحسب لهذه الإدارة اللي أوجه لها التحية طبعا. كابتن زكي وتحية إلى مشتاق، لأنه مشتاق دائما على لساننا. الآن ما على اللاعبين أن يقوموا به لكي يعودوا إلى الوضع الطبيعي لنادي النفط فيما تبقى من مباريات الدوري؟ بالتأكيد أنت عندك نظرة وعندك دراية بما يدور في خلد اللاعبين داخل أروقة نادي النفط. أستاذ محمد، تعرف هم اللاعبين يعني كلش مضغوطين حقيقة، يعني جدا تعرف الوضع والمباريات هم تجيهم صعبة يعني حاليا يعني. فأعتقد هم دي يبذلون ودي يتمرنون صحيح هاي الفترة، والشباب يعني الكابتن محمد وكابتن مشتاق يعني دي أكو شغلات جديدة، أكو تدريب جديد، أكو تشكيلات جديدة تصير بالفريق. نعم. والإدارة ما مقصرة أستاذ محمد حقيقة يعني على الفريق، وإن شاء الله. وإحنا اللاعبين القدامى طبعا كنا متواجدين بالنادي حاليا يعني اللاعبين جمال ومطاع ونزار وجعفر وسلام طعيمة والكل متواجدين بمؤازرة اللاعبين ورفع معنوياتهم إن شاء الله في المباراة القادمة. الإدارة ستبقي على المساعد لتكملة مباريات الدوري أم في النية التعاقد مع مدرب جديد كابتن زكي؟ والله أستاذ محمد تدري يعني هذا الموضوع يعني ما اقدر احكي بيه حاليا يعني تدري احنا ماكو شيء يعني صار رسمي على مدرب يعني. نعم، الموجود حاليا مشتاق ومحمد هم اللي يقودون الفريق. احتمال يعني في الايام الجايه ايش راح يصير ما اعرف، انه الاداره موجوده والاستاذ ابو شوقي والاداره يعني نشوف ايش راح يصير بالمباراه الجايه ويقررون ان شاء الله. سؤال وجهه نظرك الشخصيه، وأني أحترم وجهة نظرك لأنك شخص فني قبل كل شيء، تفضل بقاء الآن مشتاق ومحمد لتمشية ما تبقى من الدوري؟ أستاذ محمد تعرف أنت يعني مشتاق عنده مسؤوليات هواية رجال، يعني مشكور هو الرجال، يعني هو صديقنا وأخونا ولعبنا سوا وتدري أنت تعرفنا. نعم. يعني هواي مسؤوليات عليه يعني، بس هو يعني يعرف تدري أنت محمد جاسم صار له فترة طويلة. نعم. كابتن محمد يعرف اللاعبين، يعرف وضعية الفريق كلها يعني، حتى مشتاق يعني. نعم. عندهم أوليات الفريق كلها، فأنا أفضل حاليا أفضل يعني يكملون حقيقة يكملون المباراة الجاية ولو مشتاق الرجال مدى يقبل، لأن تدري أنت مسؤولياته هواية و... نعم. بس أكو ضغوطات عليه من الإدارة من نعم. فأنا أتمنى أنهم يستمرون، وأتوقع يعني النتائج تكون طيبة إن شاء الله. إن شاء الله المباراة الجاية. نعم. كابتن زكي أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك الكريم معانا، رغم أنه وحداتك التدريبية الآن موجودة. أتمنى لك الموفقية والنجاح، وأن يتكرر حضورك الكريم معنا في حلقات الشوط الثالث. إذن كان معي زكي يحيى النجم الدولي السابق ولاعب نادي النفط، وأيضا هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الكرة النفطية، كان معي للنقاش حول واقع الكرة النفطية اللي أنا بدوري أتمنى الموفقية والنجاح، لأنه عودة الحصان الأسود للكرة العراقية نادي النفط لوضع الطبيعي هو إضافة حقيقية للكرة العراقية، لأنه نادي النفط عودنا أن يكون رقما صعبا في مسيرة الكرة العراقية عبر نتائجه، عبر نجومه اللي خرجهم هو أسوة بنادي الكرخ ونادي الأمانة أمانة بغداد ونادي الصناعة ونادي الكهرباء، هاي الأندية المؤسساتية اللي صنعت نجوم ورفدتهم بالكرة العراقية. مستمرين معاكم
فيما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم بعد أن كنا في بغداد الحبيبة والنجف وبعض المحافظات، الآن نأخذكم إلى محافظة نينوى وبالتحديد إلى الموصل العزيزة الغالية ورياضة الجمناستيك التي عادت إلى الموصل من جديد. إذ يواصل رياضيو نادي الشهيد أياشيت الرياضي بفعالية الجمباز لفئة الأشبال تدريباتهم اليومية بشكل منتظم على قاعة النادي بواقع 3 وحدات تدريبية تحت إشراف الكابتن باسم العزاوي. الجرعات التدريبية تأتي ضمن استعدادات النادي للمشاركة في بطولة أندية العراق المزمع إقامتها الشهر المقبل في بغداد، وسبق لأشبال النادي حصولهم على النتائج المتقدمة ضمن المعسكر الذي أقيم في السليمانية مؤخراً تحت إشراف الاتحاد العراقي المركزي للجمباز. وناشد هؤلاء اللاعبين عبر برنامج الشوط الثالث من الشرقية المسؤولين بتوفير التجهيزات الرياضية والبنى التحتية ودعمهم مادياً ومعنوياً ليتسنى لهم المشاركة في البطولات المحلية والدولية. طبعا فرحنا كثيرا بعودة هذه الرياضة اللي كانت نينوى معروفة بلاعبيها كبقية المحافظات، لأنه رياضة الجمناستيك واتحاد الجمباز تراجع كثيرا بسبب المشاكل الإدارية والتقاطعات ما بين الاتحاد السابق وما بين عدد من أبناء اللعبة. لذلك نستبشر خيرا، ومن حق الآن الجميع أن يطالب بالدعم. علينا أن نوفر البنى التحتية حتى نجني ثمار هذه البنى التحتية في تطور اللعبة. محمود الاستيفاني مراسل الشوط الثالث في دهوك ونينوى هيئ لنا هذه اللقاءات من استعدادات جمباز نينوى. نحن بالنسبة لنا محافظة نينوى هذه اللعبة في نادي الشهيد أياشيت الوحيد في نادي الشهيد أياشيت، ولدينا عدة فعاليات يعني من المصارعة ونفس الشيء المواهب ولادي والملاكمة وبقية الألعاب. بس نحن نطلب منكم يا محافظة نينوى يا مسؤولين في هذه المحافظة تكون أنه الرياضة في الأول، لأن إحنا الرياضة هي اللي ينعزف لها السلام الجمهوري في كافة المحافل الدولية. فإحنا اليوم بالنسبة لنا ما لدينا يعني إلا الشنصيح، نصيح لله يا محسنين كوت ماكو، يعني نشارك دا نشارك بس بالدين. طبعا حاليا إحنا دا نواصل تدريباتنا في رياضة الجمباز في مقر نادي الشهيد أياشيت بواقع 3 وحدات تدريبية بالأسبوع. لاعبين في الدورة الأخيرة شاركوا في المعسكر التدريبي في سليمانية الذي أقامه الاتحاد العراقي للجمباز. لاعبين الحمد لله وشكر جابوا نتائج يعني تليق في محافظة نينوى. احنا من خلال قناتكم الموقرة انه نطالب بأجهزة سيت كامل للجمناستيك، لاعبين جدا موهوبين. احنا في نادي الشهيد أياشيت الرجل وفرنا يعني بالممكن اللي قدر عليه من أجهزة من جهاز أرضي والآير تراك. احنا عم نتدرب اليوم في قاعة نادي الشهيد أياشيت في شرف كابتن سليمان العزاوي كابتن باسم. أتدرب في أسبوع 3 أيام قريب إن شاء الله أطلع بطولات. نشارك من بطولة سليمانية وبغداد وحققنا النتائج ونشارك ونتمنى الأفضل نطلع الأول في البطولة القادمة. طبعا تحية إلى هؤلاء الفتية اللي أتمنى أن يكون فتية صالحين لخدمة هذه اللعبة والرياضة العراقية، ومن حقهم ترى الآن الجميع يطالب بالدعم، يطالب بإنجاز البنى التحتية. والله ترى المنشآت الخاصة برياضة الجمناستيك ترى موضوع كلش بسيط، أجهزة بسيطة وتارتان بسيط وإسفنج مخصص وحصان خشبي، هي هاي ترى يعني ما راح تكلف مليارات الدنانير، ترى مبالغ بسيطة. عليكم أن تلتفتوا من أجل رفع المستوى العام للرياضة مو بس بنينوى، بكل المحافظات. وفروا البنى التحتية ودعموا شبابنا، وهذه
المواهب الكبيرة الواعدة، والله راح نجني الكثير من الإنجازات، وإحنا مقبلين على الدورة العربية ومقبلين على دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. لذلك البنى التحتية والاهتمام من الضروريات الحتمية اللي آمل أن توفرها الحكومة العراقية في قادم الأيام. من نينوى العزيزة سادتي الأحبة، أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم اللي كان معي قبل قليل، هو اللاعب الدولي السابق زكي يحيى، وكان موضوعنا هو نادي النفط اللي آمل أيضا أن يعود إلى سكة الإنجازات. أنقل لكم تحيات جميع من كان معي من زملائي في استوديو البث في الكنترول، ومن مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد، وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. إلى يوم غد أقول لكم في ملا.